يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة اليوم مليئة بالعديد والعديد من الأخبار، تحديدا اللي بتهم النادي الأهلي عقب الانتصار الكبير بالأمس على فريق الوداد المغربي في كازابلانكا في ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 2-0، وخطوة مهمة جدا للنادي الأهلي. على مدار حلقة النهاردة عندنا تفاصيل كتير جدا في الحقيقة هنتكلم عليها بخصوص الفريق وآخر أخباره، وكمان عندنا بعض الأمور اللي بتتعلق بالأخبار العالمية هتكون مع نهاية الحلقة. أيضا من ضمن أهم الفقرات اللي دايما بتكون موجودة معنا في حلقات الترند وهو التواصل مع جمهور النادي الأهلي من خلال صفحات القناة المختلفة على الفيسبوك تويتر وإنستجرام، ورأيكم في أداء الأهلي بالأمس تقدروا تقولوا رأيكم من خلال الصفحات المختلفة لقناة النادي، وهنقرأ كل تفاعل حضراتكم مع نهاية حلقة اليوم. البداية دايما بتكون بأهم العناوين. نشوف في ترند الأهلي: بعثة الأهلي تعود من المغرب بعد الفوز على الوداد، الفريق راحة 48 ساعة ويبدأ الاستعداد للقاء العودة الثلاثاء. أما في الترند العالمي: ليفربول يحتفل بمئوية محمد صلاح نجمنا المصري. قبل ما اطلع فاصل خليني اقول لحضراتكم ابرز مباريات اليوم، ونبتدي من مباريات دوري ابطال افريقيا والطرف الثاني النهارده. الزمالك هيلاعب الرجاء هناك في المغرب، مباراه هتكون في منتهى القوه الساعه 9 بالليل على نفس الملعب اللي استضاف مباراه الوداد والاهلي بالامس، فاكيد مباراه مهمه، واكيد بنتمنى كل التوفيق للفرق المصريه في مختلف البطولات الافريقيه. مباريات اليوم في الدوري الانجليزي: في عدد من المباريات بتلعب، في منها بتلعب في هذه اللحظات وفي منها هيبتدي كمان لحظات. خلينا نبتدي بشيفيلد يونايتد وفولهام، دي مباراه لعبت وخلصت خلاص، التعادل الايجابي 1-1 ما بين الفرقتين. كريستال بالاس خلص برضو الماتش من لحظات قليله مع برايتون بالتعادل الايجابي 1-1، برايتون تعادل في الثواني الاخيره من المباراه. الدوري الانجليزي دايما شيق وممتع. الساعه 5:30 مباراه هتكون غايه في الاهميه ما بين توتنهام وويست هام يونايتد، وانا يعني على المستوى الشخصي اتمنى ان سون يحرز هدفين 3-4-5 كده، خده انت زي ما انت عايز، لان انا بصراحه مكابتنه في الفانتزي وفي ناس كتير مكابتناه من اللعيبه المميزه جدا. سون طبعا نجم فريق توتنهام. ومباراه اخرى اخيره كمان في اليوم النهارده والدوري الانجليزي هتكون ما بين ليستر سيتي واستون فيلا في تمام الساعه 8:15 مساء. الدوري الاسباني وعدد من المباريات، تحديدا بعد المفاجات اللي حصلت بالامس بهزيمه ريال مدريد وهزيمه ايضا برشلونه بنفس النتيجه 1-0 من خلال قادش فاز على ريال مدريد 1 وختافي فاز على برشلونه 1 برضو. فالنهارده في عدد من المباريات الاخرى: ايبار مع اوساسونا 0-0 خلص الماتش، اتلتيك بلباو مع ليفانتي خلص 2-0 الاتلتيك، وفياريال الشوط الاول خلص مع فالنسيا 1-1. ديبورتيفو الافيز مع اليتشي دي هتكون مباراه الساعه 6:30 وفي نفس التوقيت هويسكا مع بلد الوليد، ومباراه اخيره النهارده هتكون ما بين ريال بيتيس وريال سوسيداد في تمام الساعه 9 مساء. دي اهم المباريات في مختلف انحاء العالم النهارده. التفاصيل الاهم بقى وكواليس الاهلي وكل ما يتعلق باخر اخبار الفريق الاول لكره القدم بعد الانتصار الغالي بالامس، كل الامور دي هتكون معانا بعد الفصل. استنوا. طيب، حالة من السعادة الكبيرة اللي موجودة عند جمهور النادي الأهلي عقب مباراة الأمس والفوز على الوداد بنتيجة 2-0 خارج ملعبك. وجب الإشادة بالجهاز الفني واللاعبين على الأداء والروح العالية جدا جدا اللي كانت على مدار 90 دقيقة امبارح. في الحقيقة بالنسبة لفريق النادي الأهلي أداء أكثر من رائع، حضور مميز جدا وتنظيم كمان ممتاز في أرضية الملعب، سواء من قبل المدير الفني اللي بيعطي التعليمات واللي بيستقر على الجوانب التكتيكية والفنية، أو حتى اللاعبين اللي قدروا ينفذوا بنسبة كبيرة جدا تعليمات الجهاز الفني. مبسوطين جدا، سعداء جدا بيهم، لأن هم في الحقيقة عملوا كل اللي عليهم في هذه المباراة. لكن مهم قوي إن احنا نكون مركزين في مباراة الإياب. الأهلي لم يتأهل بعد، الأهلي فاز وخد خطوة حلوة بصراحة، خطوة حلوة 2-0 بره ملعبك، فأفضلية ممتازة بالنسبة للأهلي. لكن أنت لسه عندك مباراة إياب ولسه عندك فرقة قوية، الوداد مش فرقة ضعيفة أو مش فريق يستهان بيه، لا هيجي هنا مش باكي على حاجة، هيهاجم لا قدر الله ممكن يحاول يحقق أهدافه يعني.
فاحنا لازم نكون مركزين، واحنا كجمهور او جمهور النادي الاهلي بشكل عام عارف كويس ولامس قوي قوي الحته دي، ان انت الفرحه لما بتكسب البطوله بشكل عام. في يعني مناسبات سعيده بتبقى مؤقته، انك تتاهل لمرحله معينه، انك تكسب مباراه معينه، تخلص المباراه دي بتفرح شويه كام ساعه كده وتركز في اللي جاي. الفرحه بتبقى طويله وتمتد، وبتبقى سعيد في غايه السعاده لما بتاخد بطوله دوري ابطال افريقيا تحديدا، لان هي البطوله الاغلى عند جمهور الاهلي. البطوله ما زالت صعبه، كسبنا كسبنا، صعدنا لا لسه ما صعدناش، في منافسه قويه طبعا، هتلاعب الوداد فريق قوي، والناحيه الثانيه عندك الزمالك والرجاء باذن الله لما تتاهل النهائي باذن الله واحد احد. فاحنا ناخدها خطوه خطوه ونركز وناكد على بعض ان لسه الاهلي لم يصعد للمباراه النهائيه. الصعود هيكون امتى؟ لما تكسب برضو، وباذن الله كمان تأدي اداء مميز يوم الجمعه اللي جايه، تاخد تذكره التاهل للمباراه النهائيه هتلعبها في القاهره ايا كان مين الفريق اللي هيقابلك، سواء الزمالك او الوداد او عفوا او الرجاء. فانت في كل الاحوال فرصك مميزه سواء في دور نصف النهائي او حتى في المباراه النهائيه باذن الله تعالى. لكن التاكيد، كل التاكيد على صعوبه هذه البطوله. واحنا الصبح كنا في تغطيه خاصه لكواليس عوده الفرقه من المغرب، واتكلمنا في النقاط دي بمنتهى الاستفاضه في الحقيقه، ولازم نعيد وناكد عليها. انت بتعمل اللي عليك وبتادي واجبك في الملعب وبتلعب بالروح المطلوبه اللي احنا شفناها امبارح في الحقيقه بالنسبه للنادي الاهلي، لكن بيبقى في عنصرين مهمين قوي، عنصر التوفيق وده عند من المولى عز وجل وباذن الله يكون حليفك خلال الفتره اللي جايه كلها، وعنصر اخر وهو بيتعلق بمسانده ودعم الجماهير المعتاد. مسانده ودعم بيبقوا دايما موجودين على مدار التاريخ بالنسبه لجمهور النادي الاهلي مع فرقته، يعني ايا كانت الظروف وايا كانت المواقف وايا كان ايه اللي قدامك يعني. فاحنا واخدينها واحده واحده، وكل التوفيق للنادي الاهلي باذن الله في المرحله الجايه. سعداء طبعا، سعداء مش هنقدر ننكر. مبسوطين اداء ممتاز ونتيجه ولا اروع، كانت ممكن تبقى اكتر من كده كمان، بس رضا حلو الحمد لله. نكسب باذن الله الماتش اللي جاي ونبقى في غايه في السعاده، في انتظار بقى السعاده الكبرى من خلال الفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا رغم صعوبه البطوله دي. لقطات لوصول الفرقه وهم في طريقهم طبعا من المغرب للقاهره في الطائره الخاصه، وكمان يعني عايز اقول لهم في الحقيقه انتوا رجاله، عملتوا كل اللي عليكم في المباراه، كنتوا عند حسن الظن جمهور النادي الاهلي، ما حدش ابدا ابدا حاسس ان في اي تاثير من اي لاعب من النادي الاهلي. عايز اشيد بالشناوي طبعا، الشناوي مش محتاج اشاده، الراجل خلاص خارج التقييم اصلا، يعني بقاله فتره كبيره قوي خارج التقييم، مش محتاج ان احنا نتكلم على الشناوي. واهم ميزه فيه ان هو مستواه ثابت، الراجل ضرب الجزاء امبارح بثبات، يعني ممكن كان يتهز لو حارس تاني، ان هو يعني يعتبر تسبب في ضربه الجزاء رغم ان هي ممكن ما تتحسبش يعني في الحقيقه يعني من الحكم، لكن هو ثبات ايه وشخصيه ايه. انا ممكن اكون غلطت في ضربه جزاء، هصدها، صدها ما شاء الله عليه، ومش اول ضربه جزاء ولا اخر ضربه جزاء صدها الشناوي، الفتره اللي فاتت صد ضربتين كمان في الدوري، ضربتين جزاء. فالشناوي ما شاء الله ربنا يحميه، قفشه من ضمن اللعيبه الممتازه جدا وافضل لاعبي النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، كل اللعيبه في الحقيقه. عايز بس اشيد كمان بياسر ابراهيم، لان الجزئيه دي مهمه قوي، لان ما حدش خد باله من واجب ودور ياسر ابراهيم بعد تصدي الشناوي لضربه الجزاء. صد ضربه الجزاء الكره اتردت، كان ممكن مهاجم الوداد يحطها تاني في الجون. ياسر ابراهيم كان قتيل على الكوره كده، راح موت نفسه، رمى نفسه قدام الكوره، ساهم فيه هذا التصدي الممتاز في الحقيقه لضربه الجزاء. فالاشاده كل الاشاده باللاعبين، وتحديدا كمان مستر موسيماني المدير الفني المميز، واضح ان يعني جهاز او مسؤول النادي الاهلي هيبقى رهانهم كسبان على هذا المدرب، واللي متمنى له الاستمراريه في هذا المستوى. لسه المهمه ما خلصتش، واحده واحده باذن الله تعالى. خلينا نقول بعض الاخبار الخاصه بفرقه النادي الاهلي عقب الوصول والحاجات اللي بتهم دايما جمهور الاهلي. الفرقه وصلت النهارده الصبح الساعه 8:30 تحديدا، راحه النهارده وبكره من التدريبات 48 ساعه، استأنفوا تدريباتهم باذن الله يوم الثلاث بعد بكره العصر. تدريبات هتكون بدايه الاستعداد للمباراه المجله امام الوداد يوم الجمعه اللي جايه على استاد القاهره الدولي في تمام الساعه 9 مساء، عشان ان شاء الله باذن الله يتاهلوا من خلال هذه المباراه. طيب خليني اطمن حضراتكم كمان على قفشه عنده يعني اصابتين، اصابه بتتعلق باجهاد في العضله الخلفيه وكدمه قويه في الضلوع، ان شاء الله مش هيعيقوا قفشه عن المشاركه في المباراه اللي جايه امام الوداد، لكن هيبقى في اشعه وهيبقى في امور كلها يعني نطمن من خلالها يوم الثلاث اللي جاي. ده فيما يتعلق بقفشه، هيعمل اشعتين يعني على الضلوع وعلى العضله الخلفيه، لكن ان شاء الله تكون بسيطه لنجم من نجوم النادي الاهلي من ساعه ما جه موسيماني في الحقيقه. طيب الجهاز الطبي كمان يطمئن على مروان محسن، ومروان كان عنده زي اجهاد في عضله السمانه، وكان واضح يعني في نص الشوط الاول كده تقريبا خد زي كدمه
وكان واضح كمان في جريته شويه، لكن ادى مباراه كبيره ونفذ واجباته. في الحقيقه مروان محسن هيتم ايضا الاطمئنان عليه يوم الثلاث. طيب فيما يتعلق بكهربا وفرص لحقه بمباراه يوم الجمعه، كل الفرص هتتضح باذن الله يوم الثلاث ايضا. يوم الثلاث هيبقى فيه فحص طبي الكهرباء، الفحص الطبي ده هيبين مدى جاهزيه اللاعب بخصوص المباراه المقبله. الاهم عن الجهاز الفني والطبي ان اللاعب يكون جاهز بنسبه 100% عشان يشارك، عشان لو اقل من نسبه 100% فلا قدر الله ممكن الاصابه تعود مره اخرى، فاحنا مش عايزين الكلام ده خالص. فباذن الله كهربا يا رب يلحق ان شاء الله، لو ما لحقش يعني باذن الله يكون معانا في ما تبقى من هذه البطوله في حاله التاهل كمان للمباراه النهائيه. وعنصر مميز جدا ومهم قوي محمود عبد المنعم كهربا. تمام ماشي، دي اهم الامور اللي بتتعلق بالفريق. خليني بقى اتكلم على تصريحات مستر موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي، وبصراحه يعني يوم عن يوم بيكسب ثقه جمهور النادي الاهلي من الاداء، من الشكل، من الشخصيه. مدرب عنده شخصيه مميزه جدا، مش عايز برضه اقعد اقول لا احسن مدرب في الدنيا وكلام من ده، لا احنا مستنيين مع الوقت. الراجل في في حاجات مبشره وامور مبشره طبعا، شخصيه مناسبه للنادي الاهلي طبعا، تصريحاته بتدل على شخصيته طبعا، لائق وجاهز ومناسب للنادي الاهلي واضح جدا. مع الوقت مع الوقت باذن الله وتحقيق البطولات يبقى الراجل ده يعني يبقى حاجه جميله جدا، ويبقى اختيار صائب، وبنسبه كبيره هيكون اختيار صائب بعد النتائج المميزه اللي بيأديها في اول 4 مباريات ليه. الميزه كمان فيه ان هو انسجم بسرعه قوي، وده العنصر، خلي بالك بقى، ده العنصر اللي اشتغل عليه كابتن محمود الخطيب واعضاء لجنه التخطيط لما كانوا بيختاروا خليفه مستر ريني فايلر. فالعنصر ده كان اهم شيء، ان انت تجيب واحد ينسجم بسرعه، واحد ملم بالفرق اللي انت هتلاعبها في افريقيا والاجواء في افريقيا مش عارف ايه. فدي كانت ميزه في الحقيقه في الاختيار يعني. فنتمنى له يا رب كل التوفيق مستر موسيماني وجهازه المعاون. طيب الراجل كان ليه بعض التصريحات المهمه جدا بعد المباراه، سواء بالامس او كمان النهارده من خلال الموقع الرسمي للنادي الاهلي. قال الفوز على الوداد في المغرب امر جيد، طبعا امر ممتاز، ولم نتأهل للنهائي حتى الآن، دي عقلية وثقافة مهمة قوي ومتعود عليها جمهور الأهلي إن احنا لسه ما تأهلناش. قال لك مباراة العودة مش هتكون سهلة، طبعا مش هتكون سهلة، أكيد مش هتكون سهلة. اتكلم كمان عن دور الكابتن محمود الخطيب، وقال الخطيب بيدعم الفريق بشكل كامل، وده واضح جدا من خلال الدافع المعنوي المميز اللي كان من خلال تواجد الكابتن محمود الخطيب على رأس بعثة النادي الأهلي وهو رئيس النادي. فده كان أمر مهم قوي قوي، واحنا شايفين لقطات للكابتن محمود الخطيب دلوقتي وبعض الصور التذكارية في الحقيقة. تمام، قال لك ايه كمان، قال لك قعد جماهير الأهلي باستمرار روح كازابلانكا. هو ده بقى اللي جمهور الأهلي نفسه فيه، ان الروح دي تفضل موجودة مع الفريق. عندنا فنيات كويسه، لعيبه كويسه، حاجه ممتازه، لكن الروح دي هي اللي بتفرق مع النادي الاهلي في اي مباراه، ايا كانت مباراه كبيره ولا صغيره. فيعني تصريح برضو في محله من مستر موسيماني، قال لك نتعامل مع الاصابات بروح الفريق. الاصابه وراء استبدال مروان محسن، بيتكلم على استبدال مروان محسن طبعا عشان اجهاد العضله او عضله السمانه، وقال انا برفض الحديث عن النهائي. طبعا ليه النهائي ايه، احنا لسه ما وصلناش نهائي يا جماعه، لسه بدري. تكسب الوداد توصل النهائي، اتكلم بقى عن النهائي براحتك، وتركز بقى في النهاية أكتر ما تتكلم كمان. فدي كلها تصريحات مهمة من مستر موسيماني، وتعكس مدى عقليته المناسبة لعقلية النادي الأهلي. الأستاذ طارق أنديل في الحقيقة كمان عضو مجلس إدارة النادي الأهلي واللي كان موجود في البعثة، اتكلم عن أهمية المباراة وأهمية الفوز وعن أجواء الفوز هناك، وقال إن الأهلي قدم مباراة كبيرة واستحق الفوز، وأشاد بالروح العالية للاعبين وللبعثة بشكل كامل. واحنا عايزين نبارك لهم في الحقيقه، سواء الكابتن محمود الخطيب او الاستاذ طارق قنديل، ونبارك قبل كل ده لجمهور النادي الاهلي الفوز. المباركه بقى النهائيه لما نوصل للمباراه النهائيه باذن الله تعالى، يعني يوم الجمعه نبارك لبعض. تمام، ولما نفوز باللقب نبارك لبعض اكتر واكتر ونفرح باذن الله تعالى ونحتفل يوم 6 نوفمبر، بس لما نوصل بس النهائي ان شاء الله. هروح لفاصل الاول، بعديه نرجع نكمل تفاصيل الحلقه. يلا طيب، ترند الاهلي اكيد فيه تفاصيل كتير جدا بتتعلق بالفريق، ويعني تفاعل الحسابات الرسميه المختلفه في المواقع، وايضا الصفحات الجماهيريه الكبيره. فخلينا نبتدي بالصفحه الرسميه للنادي الاهلي على تويتر، واللي كانت بترد على صفحه الوداد الرسميه ايضا على تويتر. البدايه طبعا كانت من الوداد لما هم اتكلموا ان مرحبا بالاهلي، بيرحبوا بالاهلي، وان احنا سعداء بلقائكم مره اخرى هذا المساء، هنا وقفنا اخر مره. تمام، فبعد المباراه النادي الاهلي من خلال حسابه الرسمي
رد وقال لقد مررنا من هنا، نشكركم على حسن الاستضافة. وهي كلها أمور يعني في إطار الروح الرياضية والترحيب ما بين الفريقتين وبعضهم، وخصوصا في ظل العلاقات المميزة ما بين الأهلي والوداد. والوداد فريق طبعا كبير له كل الاحترام والتقدير. خلينا نروح للحساب الرسمي يلا كورة على فيسبوك، واللي بيقول نسر الأهلي يحلق عاليا في سماء كازابلانكا، ده حقيقي. المارد الأحمر يظهر شخصيته في الأراضي المغربية ويعود بفوز غالي على الوداد ليضع قدما في نهائي الأبطال. حطينا رجل في النهائي، لكن لسه الرجل الثانية من خلال مباراة يوم الجمعة بإذن الله، مباراة الإياب. خلينا نروح لحساب في الجول على فيسبوك، واللي بيقولوا إن خطوة كبيرة نحو النهائي، الأهلي يسحر الوداد وينتصر أو ينتصر بثنائية إن شاء الله بإذن الله. برضو هي كلها متابعات للمباراة ولنتيجة المباراة، لكن بإذن الله إحنا أيضا في انتظار مباراة يوم الجمعة. تعالوا بقى للبطل اللي قدامنا ده، محمد الشناوي، وده حساب دوري أبطال أفريقيا على تويتر، واللي بيقولوا إن رسميا جائزة توتال لأفضل لاعب في مباراة ذهاب نصف النهائي بين الوداد والأهلي تذهب لمحمد الشناوي. طبعا يستحقها. ليه؟ لأن هو ساهم في تصدي او هو اللي تصدى ركله الجزاء، وكان ليه دور مهم جدا في احداث اللقاء. لا قدر الله لو ضربه الجزاء دي كانت دخلت في الاهلي كان ممكن يبقى النتيجه مختلفه وكلام من ده. فانت كنت عنصر مؤثر قوي في التصدي لضربه الجزاء دي، وكانت نقطه تحول في الحقيقه بالنسبه للنادي الاهلي في هذه المباراه، فوجب الاشاده بمحمد الشناوي بطل من ابطال النادي الاهلي في الحقيقه. خلينا نروح لحساب النادي الاهلي على انستغرام، وبيقول لقطات اعتدنا على رؤيتها من حارسنا العملاق. طبعا اللقطه اللي حضراتكم شايفينها بعد ما تصدى لركله الجزاء، واللي ساهم كمان في اقصاء هذه اللعبه والكره ورد الفعل من مهاجم الوداد هو كان ياسر ابراهيم. برضو لازم نقول على الجزئيه دي لان ممكن ناس كتير ما خدتش بالها منها. طيب نروح للحساب الرسمي ليه يلا كوره على الانستغرام، وبيقولوا ان الشناوي هو البطل الحقيقي يظهر في الوقت المناسب. الشناوي صاحب نقطه التحول في المباراه، ده امر يعني واقعي جدا وامر يعني لمسناه كلنا. ده او دي كانت بعض الامور اللي بتتعلق بترند النادي الاهلي. هروح لفاصل سريع وبعد الفاصل نرجع نكمل، استنونا. فقرة ترند أونلاين من أهم فقرات برنامج الترند. خلينا نروح سريعا عبر تطبيق زوم مع الأستاذ محمد بلعودي الصحفي المغربي الكبير عشان نتكلم معاه في تفاصيل مباراة الأمس. يا أستاذ محمد أهلا بيك، منورنا على شاشة قناة الأهلي. بارك الله فيك أخي أمير، بارك الله فيك وشكرا على الاستضافة ومبروك للأهلي الفوز. الله يبارك فيك، لكن التأهل لم يحسم بعد، فبالتالي أنا عايز أتكلم معاك في انطباعات الشارع المغربي والإعلام المغربي عقب فوز الأهلي بالأمس على الوداد بنتيجة 2-0. بداية بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح أن الوداد انهزم الأمس في مباراة أمام الأهلي. كانت خيبة أمل كبيرة في الشارع المغربي والجمهور الودادي. وبالنسبة للوداديين يعني هو تحصيل حاصل. لماذا؟ لأن الفريق عاش فترة من عدم الاستقرار التقني. نتكلم على المدرب الحالي للفريق، هو المدرب الرابع هذا الموسم. وكانت كذلك تعاقدات للاعبين لم تكن في المستوى، ولم تمنح الفريق يعني الإضافة التي كان ينتظرها الجمهور. بالتالي يعني ما يعني المستوى اللي ظهر به فريق الوداد بالامس لا اعتقد انه هو المستوى الحقيقي لفريق يعني يصل الى نصف نهائي كاس افريقيا دوري عصبه الابطال. ولكن يعني المستوى اللي ظهر به الوداد كان مستوى غير مشرف، وكان الاهلي كان بالامس بيلعب في الميدان ديالو امام الجماهير ديالو. يعني شفنا فريق الاهلي قوي، شفنا فريق الاهلي منظم يخلق فرص، وكيف قال موسيماني يعني كان محق في الكلام ديالو، كان بامكان الاهلي انه يفوز باكثر من هدفين. الوداد بالامس لم يكن في المستوى المعهود. يعني فريق بحجم الوداد يعني في الست سنوات الاخيره اما يكون في نصف النهائي او نهائي دوري عصبه الابطال، كان المفروض انه يكون في مستوى افضل. ولكن للاسف يعني اختيارات المدرب احيانا في مباراه الامس لم تكن جيده. يعني شفنا جبران في خط الدفاع، هو لاعب ارتكاز في الوسط. شفنا يعني نجم الدين في الدفاع، في المباريات المعهوده كان اسرير هو اللي يكون في الدفاع مش نجم الدين. يعني شفنا اختيارات لم تكن موفقه. وفي نفس الوقت الاهلي تفوق في ارضيه الميدان من الجوانب البدنيه والفنيه.
كان وارد في يعني وارد في كرة القدم، ولكن منح فريق يعني الأهلي الأهلي أفضلية. يعني ثقة أكبر. كانت أول نقطة تحول في المباراة هي الهدف أكيد الأول، أكيد. ثم طيب أستاذ ثاني نقطة تحول في المباراة كانت بعد ضياع ضربة الجزاء. لو سجل بالظبط الوداد ضربة الجزاء وعدل النتيجة كنا ممكن نشوف يعني اللاعبين يتحروا من الضغط وتكون عندهم ثقة أكبر، طيب أنا يمكن عايز يا أستاذ أنهم محمد، عايز يحاولوا أسألك. أنهم يبحثوا عن هدف الفوز الثاني أكيد. أو على الأقل يبقوا متعادلين في النتيجة. طب اسمح لي للأسف الوداد بالأمس يعني ضيع على نفسه فرصة أنه يقوي حدوده في التأهل إلى طب يا نهائي عصبة استاذ الأبطال. محمد، اسمح لي اسالك عن موعد وصول بعثه الوداد للقاهره، وازاي هتكون استعداداتهم واستراتيجيه جاموندي في مباراه الاياب، ممكن تكون عباره عن ايه؟ يعني كل اهتمام الطاقم التقني والمسؤولين الآن مهتم حول الرفع من معنويات اللاعبين، لأن كان انتقادات كبيرة للفريق، للرئيس النادي سعيد الناصري، للطاقم التقني وللاختيارات دياله. فالآن الكل يحاول أن يسميها ربما خسارة هزيمة في معركة ولم تخسر الحرب بعد، وإن كنت أنا لا أفضل هذه المصطلحات لأننا في مباراة كرة رياضية قدم طبعا. وفي الروح رياضية، ولكن الوداد غيحاول أنه يستجمع القوى دياله وغيحاول أنه يدارك الأخطاء اللي ارتكبها في مباراة الذهاب. ربما مباراة الإياب ستختلف قليلا لأن غنشوفوا كومارا غيكون حاضر من البداية في خط الدفاع وسيمنح ثقة للاعبين لأنه من اللاعبين المتميزين والمهمين. هو غاب عن الوداد لفترة طويلة لذلك لم يكن أساسي في مباراة الذهاب أمام الأهلي، ولكن أكيد أنه غيكون حاضر في مباراة الإياب. بعثة الوداد غد ستصل يوم الثلاثاء إلى مصر من أجل مواصلة تمام. الاستعدادات للمباراة. استعدادات للأسف ربما يتواصل غياب لاعب مهم في خط وسط الوداد هو صلاح الدين السعيدي، يعني على حسب قانون الاتحاد الإفريقي فالبروتوكول يفرض 10 أيام للحجر الصحي. السعيدي كما يعلم الجميع أصيب بفيروس كورونا، وبالتالي عليه أن يخضع يعني للحجر والبروتوكول الصحي، سيكون غائب. فهو من اللاعبين المهمين في تشكيلة أكيد الوداد. أكيد. بالتالي الوداد سيحاول، الآن اتضحت لديه الصورة حول مستوى فريق الأهلي، حول قوة فريق الأهلي، عرف نقاط القوة ونقاط ضعف فريق الأهلي، فغيحاول أنه يشتغل عليها وأنه يكون أفضل في مباراة الإياب. وإن كان بالنسبة لي يعني الأمور صعبة، تلعب قدام أكيد فريق يعني مثل الأهلي متقدم عليك بهدفين، يلزم أنك تسجل هدفين وما يتسجلش عليك، بالتالي غتكون الأمور أكثر تعقيدا من مباراة أكيد الذهاب. لو انتهت مباراة الذهاب مثلا ب0-0 ممكن نقول أن الوداد لا زال يملك جميع حدوده من أجل أنه يتأهل، أكيد. ولكن كلنا في الآن انتظار، أظن أن المهمة بالنسبة للوداد أكيد صعبة على مباراة الذهاب. كلنا في انتظار مباراة الإياب يوم الجمعة اللي جاية. أستاذ محمد أنا بشكرك شكرا جزيلا، كان معانا عبر تطبيق زوم الأستاذ محمد بلعودي الصحفي المغربي الكبير، واتكلمنا معاه فيما يتعلق بردود الأفعال عقب مباراة الأمس وفوز الأهلي. إن شاء الله الأهلي يكرر فوزه في مباراة الإياب في استاد القاهرة بإذن الله. فاصل سريع وبعدين نرجع نكمل، يلا بينا. طيب خلينا نشوف تفاعل جمهور الأهلي معانا ورأيهم في أداء الفريق بالأمس في مباراة الوداد، وده كان من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا. نبتدي بمنتصر واللي قال إن أداء جماعي رائع ومنظم واللعيبة ملتزمة بدورها داخل الملعب، ولكن عندي تحفظ على كيفية إنهاء الهجمة. أكيد هيبقى فيه تطور في الجزئية دي خلال المرحلة اللي جاية، لكن في كل الأحوال الأهلي أحرز هدفين وده أمر مميز. حاتم محمد قال فرحة لابد أن يخالطها الحذر الشديد وده أمر مهم، لن نتأهل بعد طبعا وسنواجه الوداد في القاهرة وليس عنده ما يخسره، لابد من اللعب بنفس القوة والتركيز وده أمر مفروغ منه، دي حاجة احنا متأكدين منها، إن شاء الله الأهلي يكون في الموعد. سيف رزق قال مباراة ممتازة جدا وتكتيك عالي جدا من موسيماني، اللاعبين كانوا رجالة، ألف مبروك وإن شاء الله تتحسم في القاهرة يا رب بإذن الله. طيب يعني دي كانت بعض ردود أفعال جمهور الأهلي ورأيهم في أداء الفريق بالأمس، وفي الحقيقة كان أداء مميز، لكن دايما إحنا منتظرين التأهل ومنتظرين الحسم
من خلال مباراة يوم الجمعة اللي جاية على استاد القاهرة الدولي، ومن ثم التفرغ إن شاء الله بإذن الله للمباراة النهائية. بس الأول ناخد تذكرة التأهل لهذه المباراة. دي كمان كانت حلقتنا النهاردة من ترند، بكرة حلقة جديدة من نفس البرنامج وأخبار مختلفة عن نادينا الحبيب النادي الأهلي. استنونا، سلام.